قدرت اعمل دراجات لاشخاص كبار بالعمر بس عندهم مثلا نحكي ما عندهم توازن او بخافوا من التوازن بلحظه بغض النظر عن العمر اللي هو واصل له وانه ركب دراجه هوائيه وقدر يمشي فيها انت يعني كنت موجود معه بلحظه فرح يعني كدراجات او كتصنيع لذيب الاردن مش بس انا بصنع بسكليت انا بصنع فرحه يعني بحقق امنيه لشخص انه نفسه يكون اشي هيك موجود. أنا خالد عبد الكريم العمر، عمري 45 سنة، أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أب لثلاث أطفال، بحب المغامرة وبحب أغامر الحياة بكل إشي، وعندي فكرة ذيب الأردن جو ذيب للدراجات الهوائية. بال 2016 تقريباً نزلت سايكلينج مع أصحابي على البحر الميت، واضطريت أركب الدراجة الهوائية الستاندر، فكوني بلبس جهاز للحركة بجري فكان الموضوع صعب جداً علي. يعني حبيت اني يكون في اشي افضل لهيك لاني اضطريت اربط اجري بسلك وعلى البدالة عشان ما تفلت. فكان في بالي انه ليش ما يكون مثلا انه انا اغير مكان البدالة او اني اغير محور الحركة كامل بالنسبة للدراجة الهوائية الخاصة بذوي الاحتياجات او بشكل عام كدراجة غريبة. فمن هذيك اللحظة بلشت افكر ليش ما انا اصنع هاي الدراجة. والحمد لله بعد 8 شهور قدرت اطلع اول بروتوتايب او اول عينة اللي ناسبت الظرف او الوضع الصحي اللي انا فيه. فكان احلى شعور انه لما مشت اول مره على الشارع، يعني كانت تجربه جدا حلوه انه انت قدرت تصنع دراجه لك بتناسبك انت. يعني قدرت اجيب عدد، قدرت اطور على الفكره، قدرت أعمل دراجات لذوي الاحتياجات الخاصة، كل طفل أو كل شخص حسب احتياجه، دراجات كبار العمر وثلاث أعجال. فالحمد لله يعني قد ما بقدر بحاول أطور على نفسي وأطور على المشروع وأبحث عن فرص ثانية أني أقدر أحصل دعم اللي أطور أكثر على فكرة جو ذيب أو ذيب الأردن للدراجات الهوائية. دراجة تتصنع حسب الطلب بمواصفات الشخص، طول إيديه، عرض كتافه، إذا عنده أي احتياج خاص، إذا كان طبي أو إذا كان قصر بالقامة، كل هاي بتنأخذ بعين الاعتبار أني أنا ببعث فورم للزبون بعبي كافة تفاصيله وبناء عليه بتم تصنيع الدراجة له. بالمقابل هو ما راح يلاقي إشي ستاندر أو إشي بالسوق بيقدر يخدمه مثل الدراجة المصنعة بالضبط للمواصفات اللي هو طالبها. فهاي الدراجات كوطن عربي قليل ومش موجودة. لأي إنسان ما عنده أي تحدي خاص، هي صحة ورياضة وبتساعد بتنشيط الدورة الدموية بتخلي، فما بالك في شخص من ذوي احتياجات خاصة. بس الحمد لله رب العالمين كان دعمي من زوجتي من أصدقائي من أهلي إنه فكرتك كثير حلوة لا توقف. يعني أنت لما بتحكي إنه أنا بلشت من 2016 بحلم، أنا الآن موجود كعلامة تجارية كاسم ذيب الأردن جو ذيب، يعني صارت إشي ملموس ومعروف إنه عندك حلم لا توقف، إنه افرد جناحك وحلق بحلمك رح توصل. هلا إنك تكون قادر إنه بدك تعمل دراجة أو إنه صناعة الدراجة لشخص أو لطفل هو محتاجها، هاي بحد ذاتها تحدي إنك تصنع فرحة لغيرك. هلا في مثلاً قدرت أعمل دراجات لأشخاص كبار بالعمر بس عندهم مثلاً نحكي ما عندهم توازن أو بخافوا من التوازن، فهاي لحالة بتخليك تضلك تفكر كيف تقدر تطور أو تساعد غيرك لتخليه يتمكن إنه يكون موجود بهيك مجتمع. إن شاء الله رب العالمين في بأمريكا 7 بيلدر للكاستم بايك، بألمانيا في 2، في بإيطاليا وراح يكون الأردن، راح يكون بالشرق الأوسط برضو في بيلدر للكاستم بايسيكل. وإن شاء الله إن شاء الله إذا الأمور مشت لقدام، فكرة ناصر ابني عمره 7 سنين إنه نعمل جو ذيب باور اللي هي دراجات 250 سي سي فما دون الكاستم الأولد سكول،
فان شاء الله هاي راح تكون ان شاء الله من ضمن المخطط لجودني.